نصبح عليكم وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا دينا. صباح الخير بسان. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. يعني احنا توقعنا ان شاء الله الحراره او درجه الحراره تنخفض بسرعه، لكن اهل الخبره بقى انت هتفيدينا اكتر. لا هي مستمره معانا حتى نهايات الاسبوع الارتفاعات دي في درجات الحراره، يمكن زي ما يمكن مصطفى قال احنا في موجات متتاليه فما لحقناش نحس من الموجه اللي فاتت ان فصلنا شويه، واحساسنا بدرجه الحراره دلوقتي ازيد كمان لان فيها رياح مثيره للمال والاتربه في الرياح دي بتحرك هواء ساخن، فده اللي بيخلينا نحس فعلا ان درجات الحراره مرتفعه جدا الفتره دي. هتبقى معانا يعني لغايه الاسبوع، اخر الاسبوع. اخر الاسبوع خير. واعتقد ان احنا بعد كده يعني خلاص يعني نعتاد هذه الدرجات الفتره اللي جايه دي، لان يعني ما اعتقدش ان احنا هننزل درجات بشكل كبير عن الفتره اللي فاتت. ده حقيقي بسبب التغير المناخي طبعا زي ما انتم ذكرتوا. اتفضل. بشكركم. صباح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي خلونا نستعرض معاكم في البدايه احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا المروريه من القاهره وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه في الوقت الحالي مكمل لحد ميدان العباسية، ولو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لكن عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري نفس الأمر، أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما بتظهر كمان انتظام لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة بقى لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي ومقطم هيكون فيه سيولة مرورية، بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني، في بعض الكثافات كمان بمحور النصر حتى المنصة، شارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بين ميادين منها ميدان التحرير روكسي ورابعة العدوية. ناخد بالنا كمان ان في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافه من طريق السخنه طريق القطاميه القديم حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركه المرور بطريق القطاميه القديم في مطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال انشاء محور طلعت حرب بمدينه القاهره الجديده حتى الطريق الاوسطي خلال محميه وادي دجله مع تطوير المنطقه المحيطه. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، هنلاقي ان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ كبير في حركة السيارات وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، كمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين ولحد الطلبية ايضا المتجه الى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية. هنروح شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، فظهرت كثافات مرتفعة اللي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وبيفضل التوجه لمحور عربي، كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وكمان شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وفي كثافات بمحور كوبري أحمد عرابي ده بسبب الإصلاحات. نروح معاكم محافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. في سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. كملين جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6 في طريق الإسماعيلية الصحراوي، كمان بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس.
النهارده طبعا الموجه الحاره لسه مكمله معانا، والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، في نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجه الحراره في القاهره النهارده 37، اعلى درجه حراره هتكون في اسوان 45، واقل درجه حراره في مطروح 29 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.